شوف مصطفى إسبانيا. إذن شرح لنا المهاجرين ديال مدينة المحمدية في إسبانيا، كيف الحال ديالهم؟ والله إلا كل شيء على مزيان الحقيقة، هي وهذه بادرة مزيانة فاش كيديرها صاحب الجلالة اللي مكلف بالجالية. نعم. وكتبان لنا الحقيقة مزيانة هادشي كامل. كيف شهد اللقاء هنايا بعملة المحمدية اللي كتنظموا العملة بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر؟ وتحت هذا الإشراف ديال صاحب الجلالة، راه هادشي كلشي كيأيد صاحب الجلالة في جميع المجالات. نعم مزيان هادشي اللي كتكونوا محتاجين بحال ضروري، وما كرهناش كل ربع شهر ولا ثلاث شهور. الجناحات الرواقات ديال عدد من المصالح اللي ربما كتحتاجوها. احتاجينا، وفعلا في هذا الصباح مشيت الرواق ديال ليديك وهضرت معهم على واحد المشكل عندنا تما في البلاصه اللي كنسكن، وزعما استجابوا للطلب ما كاملاش. جيت قال لي غادي العام الجاي ما تجي تلقى داك الشيء، المشكل تحل.